بسم الله، خلينا نبدأ مشروع جديد. هنقول اللوكيشن، نبدأ نختار اسم المشروع. وليكن مثلا إمينيم، وبعد كده اللوكيشن تقدر تختار اللوكيشن انت عايزه. اناليسيس تايب، تمام. دي المعلومات الخاصة باللوكيشن، تقدر تختار أي حاجة أنت عايزها، تمام. مجرد تدوس عليها مرتين أو تقول له أنا موافق عليها، خلاص. وبعد كده تقول له أوكي، وهو يبدأ ينشئ الملف بكل المعلومات اللي إحنا ممكن نحتاجها. أبدأ أنشئ نيو بيلدينج من هنا، هيبدأ يديني اختيارات، تمام. أقول له أنا عايز التايب بتاعه أهوت، اختار التايب بتاعه الجيومتري، وبعد كده بروجكت ديتيل، بكتب التفاصيل بتاعت المشروع، تمام. بقول مثلا انا عايز دوت اهو، موافق الجيومتري، تمام. بيبدأ يقول لي الاختيار بتاعتي، تمام. ممكن اقول مثلا عايز برضه اشري، تمام. ممكن تعمل حاجة جديدة، ممكن تقول له اوكي، تمام. البروجكت ديتيل، التفاصيل بتاعت المشروع، السبيشال اكسس ديتيلز، اونر ديتيلز، اقول له اوكي، هيبدا ينشئولي، بيبدا يعمل معلومات. هنا هتلاقي المعلومات الخاصه بالموقع والزونات كل حاجه، وهنا بيديني معلومات، مش مجرد بيديني معلومات. يعني ممكن اقول له مثلا عايز اعمل امبورت لل 2 دي، عايز اضيف مبنى، عايز اضيف بيم موديل، ابدأ اختار مثلا ارسم ريكتانجل سريع كده، وبعد كده ممكن اعمل سيلكت للمبنى ده واعمل له تكرار، ادوس كليك واختار كلون، وابدا اختار النقطة اللي انقل منها اهوت. لاحظ ان هنا اول ما دوست كليك بدا يجيب لي، او عمل سيلكت بدا يجيب لي كوبي وميرور والحاجات دي، تمام. طيب اهو قرر بقى معايا زون 1 وزون 1، بلوك 1 وبلوك 2، تمام. بلاقي حاجه اسمها اتش فاك سيستم، بدوس عليها بيبدا يعمل لي الاتش فاك، وبيبدأ بقى يقول لي عايز تشتغل بأني تمبليت، تمام. زي ما انت شايف الشكل كله جاهز، بمجرد ان انا اخترت تمبليت بيبدأ هو يكونه لي، تمام. يعني مثلا اخترت دوت وقلت له اوكي، تلاقي الشكل كله اختلف، فهقول له نيكست، تمام. بيقول لي عايزهم لأني حاجة، ماشي اهوت. فرايت، ممكن تقول مثلا عايز زون 1 وزون 2، لأ براحتك. اقول له فينيش، فبيبدا بقى يعمل لي كرييت للشباك للفان كل يونت ديت بالتفاصيل بتاعتها، تمام. اقدر اضيف حاجه، اقدر اجي من هنا اقول له انا عايز مثلا اير لوب تضيفالي بالشكل دوت، تقدر تضيف واحده كمان، تقدر تيجي هنا تقول له انا عايز اضيف زون عشان تنظم الشغل بتاعك. حط الزون هنا، تقدر تحط فيها الكومبوننت اللي انت عايزها، تمام. ممكن تقول له عايز اضيف لوب، فبيقول اختار اللوب اللي انت عايزها، فتبدا تحمل اللوب بالشكل دوت، فيها كل العناصر اللي انت محتاجها. تقدر تقول له انا عايز مثلا اعمل لود للاشباك تمبليت، او الغي او سيف التمبليت اللي انا شغال عليه. طيب خلينا نفتح ايلو فيهم، لما بتفتح بتلاقي في تعديلات حصلت، قال لك مثلا اد سبلاي بلينم، فتبدا تضيف سبلاي بلينم، تمام. طيب ممكن تقول له انا عايز اضيف مثلا توصيله، فتبدا توصل اهوت على سبيل المثال،
في بعض الحاجات ممكن ما يقدرش يوصل لها مثلا نفس الحاجة، أو هما الاتنين في نفس الدايرة فكده تبقى دايرة مغلقة. أنا بس تقول أنا عايز أضيف سيبريتور أوت مثلا، فتقدر تحط المكونات اللي أنت محتاجها في قلب المشروع بتاعك زي ما أنت عايز. اي واحد فيهم بتعمل سيلكت بيبدأ يجيب لك كل المعلومات الخاصة بيها، بحيث لو انت عايز تعدل اي حاجة تقدر تعدل، عايز تعرف اي معلومة انت محتاجها هتلاقي الانفورميشن موجود هنا.